60 عاماً من السينما هي عمر المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وهي في الوقت ذاته تمثل ما يزيد عن نصف عمر السينما المصرية. فعندما تم الإعلان عن تأسيس المركز الكاثوليكي بصورة رسمية عام 1949 بفضل جهود الرواد فريد المزاوي والأب بطرس فازانزيدس، كان إنتاج السينما المصرية قد بلغ 390 فيلماً، وبعد 60 عاماً اقترب إنتاج السينما المصرية من 4000 فيلم. وعلى مدار هذا التاريخ واصل المركز نشاطاته المتنوعة، والتي جاء على رأسها قدرة المركز على خلق رابطة من نوع فريد بين الجمهور وبين الفن السينمائي. الكاثوليكي في عدة تساؤلات من البعض، منهم السؤال الأول، البعض بيقول إزاي رجال الدين بيهتموا بالسينما وبالفنانين والفن. لو رجعنا اللي ورا شوية سنة 1936، البابا بيوس 11 لما شاف إن في صناعة جديدة وأداة جديدة اسمها السينما انبهر بها جدا، وبعت رسالة منشور بابوي هام جدا، وده كان أول منشور يصل رسمي من الفاتيكان للسينما وللمطرنة ورجال الدين بأمريكا. في المنشور بيطالبهم بإزاي يستغلوا هذه الأداة الجميلة لخير والرقي في المجتمع. عشان كده ابتدى حاجة اسمها المركز الكاثوليكي للسينما العالمي الدولي. كانت الرغبة الحقيقية في خلق حالة من التوازن بين حق الإنسان في الاستمتاع بالفن السابع وبين المحافظة على الأخلاق هي الدافع الحقيقي أمام الآباء الفرنسيسكان في مصر ليتبنوا فكرة تأسيس المركز الكاثوليكي للسينما، وباشروا تنفيذ فكرتهم بكل جهد ومثابرة في نهايات الأربعينيات من القرن الماضي. وتحمل الرواد الأوائل جهوداً كبيرة في تدبير مقر مؤقت ثم مقر دائم ليمكن من خلاله مباشرة أنشطته المتعددة ورعاية مهرجانه السنوي، ليصبح المركز الكاثوليكي واحد من أبرز المراكز الكاثوليكية السينمائية المتميزة في العالم. واستطاع المركز الكاثوليكي المصري مع انتقاله إلى شارع عدلي عام 52 أن يخطو خطوة هامة في تدعيم أنشطته في مجال الثقافة السينمائية. أصبح هناك مكاناً متاحاً للعروض السينمائية المنتظمة في قاعة مجهزة داخل المركز. ومع مطلع عام 1956 أنشأت الإدارة العامة للأراضي المقدسة قاعة النيل للعروض السينمائية لتكون متاحة للعروض التي ينظمها المركز، وهي القاعة ذاتها التي يقام فيها سنوياً مهرجان السينما المصرية حالياً. Thank you.
ولا يختلف أحد على أن التاريخ الموثق للسينما المصرية يبدأ من المركز الكاثوليكي المصري من خلال الأرشيف الضخم والفريد الذي يحتوي على الملفات الكاملة لكل ما أنتجته السينما المصرية من أفلام روائية منذ عام 1927 وحتى الآن، وحتى أصبح هذا الأرشيف من وجهة نظر الكثيرين هو العمود الفقري للكثير من الأنشطة البحثية الجادة التي تهتم بتوثيق وتدقيق تاريخ السينما المصرية. ومن حسن الحظ أن المركز على مدار تاريخه المديد كرم عشرات من الفنانين الكبار، ومن معالم تاريخ المركز الاحتفاظ بلقطات مصورة نادرة لكبار النجوم أثناء حضورهم نشاطات متنوعة في قاعاته، فمن جلسة نادرة لليلى مراد وفطين عبد الوهاب ومحمود ذو الفقار وكمال الشيخ إلى تكريم زهرة العلا، ومن جائزة حسن الإمام إلى الاحتفاء بأمين رزق وصلاح ذو الفقار، ومن زيارات كمال الشناوي وشكر سرحان إلى تقدير مجدة، ومن الاعتراف بجميل الرواد أسيا وعبد الوارث عصر، مرورا بيحيى شاهين وشادي عبد السلام وكريمة مختار وهدى سلطان وعبد المنعم مدبولي إلى نور الشريف ونادية لطفي وسمير صبري ونيلي وسعاد حسني، ومن زيارات كبار المسؤولين والمثقفين يوسف السباعي وسعد الدين وهبة وفاروق حسني للمركز. بدأنا نشاط جميل جدا اسمه مشوار نجم، وفي مشوار نجم بنهتم جدا بأن نختار نجوم متنوعة متعددة علشان نقدر نكرمهم على المشوار الطويل، وخاصة نبين الجانب الإنساني والفني مش الفني فقط. وطبعا دايما المركز ما ملوش دعوة أبدا بحياة الشخصية أو أي واحد في مجالاته الشخصية إذا كان ليه سلبيات حسب ما البعض بيعتقدها أنها سلبيات. ليه بيقتصر المركز على الأفلام المصرية؟ لأنه زي ما حضرتك عارفين في مهرجانات كثيرة متنوعة، مهرجان القاهرة الدولي، مهرجان اسكندرية الدولي، في عندنا مهرجان القومي، ولكن احنا بنقتصر على الافلام المصريه بتخص بلدنا، فما فيش الامكانيه بان تتسع الدائره. احنا نتمنى عايزين نشجع اكثر واكثر الصناعه المصريه العملاقه في السينما. في 14 ديسمبر من عام 1952 احتفل المركز الكاثوليكي بمنح اول جائزه سنويه باسمه، وكانت لفيلم صورة الزفاف الذي أخرجه حسن عامر باعتباره أفضل فيلم مصري يتفق مع أهداف المركز. وعلى مدار هذا التاريخ الطويل اشترك في المسابقة السنوية للمهرجان ما يزيد عن 260 فيلم، ولازال المركز يحرص سنويا على انتقاء عدد من الأفلام التي يتم إنتاجها كل عام للمنافسة والحصول على جائزته. كان الهدف من المهرجان أنه يشجع ويختار الأفلام اللي ليها قيمة عالية فنيا أخلاقيا اجتماعيا، بتدي دور كبير جدا وبتفيد في المجتمع الإنساني كله. ومر علينا أكثر من 250 فنان أخذوا الجوائز في المهرجانات المتعددة. بدأ الأول لتوزيع الجوائز المهرجان في المكتب اللي في شارع عدلي، وبعدين في سينما، ثم استوديو نحاس، إلى أنشأت هذه القاعة اللي احنا فيها.